كما أكد الرئيس السيسي أن إنشاء محطة تحلية المياه الموجودة في مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط وكذلك الأحمر. محطة التحلية اللي موجودة دي هي ضمن خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط والأحمر، بحيث إن احنا في النهاية نبقى المية بتاعت النيل تكون لداخل الجمهورية وتقابل النمو السكاني المحتمل خلال 50 سنة الجايين، لأن احنا بنقول إن احنا حاليا ما لدينا من مياه على عدد سكاننا أقل من 500 متر مكعب مية في اليوم، إذا في السنة ولا إيه؟ فإذا أنا محتاج إن أنا أقابل النمو المحتمل في الطلب على المية بالنمو اللي هيحصل في السكان. فكانت المسار هنجيب مية منين؟ هنجيب مية للنمو السكاني منين؟ فكانت الفكرة إن إحنا بنعمل، وأنا بقول الكلام ده، الكلام اللي إحنا بنقوله ده واللي بيقوله دكتور عاصم ده خطة الدولة، خطة خبراء وعلماء.